فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لقد صنعت معروفا لأحد الأشخاص وقال لي: إذا جئت إلى منطقتنا أمانة ثم أمانة عليك أن تمرني وأن تأتي إلي، وأنا سأذهب إلى هذه المنطقة، فهل يجب علي المرور عليه بناء على قوله أمانة ثم أمانة؟ هذا حلف، لا يجوز الحلف بالأمانة. حلف عليك بالأمانة وكرر أنك تمر، ما يجوز. انصحه قال: هذا ما يجوز، هذا حلف بالأمانة، قد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. نعم.